تصدر هاشتاج صبح على مصر بجنيه لليوم الثاني على التوالي قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وموقع التدوين المصغر في الترند المصري، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين للتبرع بجنيه من خلال هواتفهم المحمولة لصندوق تحيا مصر والتي سجلت نحو 1,000,000 جنيه لتحقيق التنمية الشاملة ولقت تشجيعا هائلا لدعم الاقتصاد المصري. دكتور صلاح، كيف رأيت خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس وما رأيك بتلك المبادرة؟ الخطاب كان واضح ومحدد، وبعتبره من اقوى الخطابات السياسيه اللي يعني القاها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انتخابه. بعد الرئيس عن العبارات اللي هي ممكن تحتمل اكثر من تاويل، كان واضح ومحدد في كثير من العبارات، بيحمل الجميع مسؤولياته، برلمان، احزاب، مجتمع مدني، مواطنين، شباب، مراه، رجال اعمال، الجميع يجب ان يتحمل مسؤولياته. الرئيس ارسل رساله مختصره جدا، بيقول لهم يا جماعه اللي على بره عوام، اللي قاعد بره وعمال يقول لا البلد بتغرق والبلد مش عارف كذا وهو قاعد على الشط بيشرب عصير برتقال، لا ده مش وقته. مصر دلوقتي محتاجه ان كل واحد شايف مشكله ينزل يقول لنا الحل ايه، انما اللي شايف مشكله وهيقعد في التكليف ويزايد على الدولة ويزايد على جهد الرئيس اللي بيشتغل ساعات تجاوز 20 ساعة يوميا، انا شايف ان ده مش وقت خالص، لان المزايدة مش على شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، المزايدة على مستقبل وطن ممكن يسقط، لان الرئيس اشار الى ان الاستثناء الوحيد للقاعدة اللي كانت بتستهدف اسقاط دول الشرق الاوسط او دول المنطقة، الاستثناء الوحيد هو مصر. من يريد أن يحمي مصر يجب أن يعمل من أجل مصر، إنما كفانا مزايدات وكفانا مراهقة سياسية ومراهقة نخبوية. الحاجة التانية في المبادرة، على فكرة المبادرة مش مبادرة صبحت على مصر بجنيه، هي فكرة مش صبحت على مصر النهاردة، أنت فكرت في مصر النهاردة، هي دي الفكرة، هي دي ده الهدف الحقيقي من وراء هذه المبادرة. هذه المبادرة ليست لجمع مثلا، إذا صبحنا على مصر بجنيه يوميا هتجمع 4 مليار في سنة مش هيحلوا مشكلة مصر الاقتصادية، إنما مشكلة مصر الحقيقية إن المواطن يسأله فكرت في مصر النهاردة وانت نازل، ما بتمشيش عكس الاتجاه، وانت في شغلك راعي ربنا في شغلك، وانت في الشارع ما ترميش ورق في الشارع، وانت 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 بتمارس حياتك كلها فكر في مصر وخلي مصر في عقلك وفي قلبك. ما بلاش يا سيدي لو مش هتصبح عليها بجنيه بس فكر فيها دقيقة تبدأ بيها يومك.